هنتكلم النهاردة عن شخصية من أشهر الشخصيات الإسلامية، هو الخوارزمي. الخوارزمي هو اسمه محمد ابن موسى الخوارزمي، هو فارس الاصل لكنه كان عايش في بغداد. الخوارزمي طبعا يعتبر اعظم علماء الرياضة الاسلاميين على الاطلاق، وليه مؤلفات عديدة جدا في الحساب والجبر. كمان من اهم انجازاته ان هو ادخل الارقام العربية الى الغرب، وكذلك فكرة الصفر.